وصلنا الآن إلى نقطة الختام ربما سي العنصر، وهناك دفتر البرنامج الذي وقع فيه أمناء عامون سابقون حضروا لمواجهة للإقناع. المشاهد هو من سيحكم إن كنت قد أقنعت أم لم تقنع. ويعني اليوم نحن في محطة تاريخية ربما من تاريخ المملكة المغربية، والأحزاب السياسية مطالبة بالمكاشفة وأن تكون واضحة مع المتلقي لكي يكون هناك إقبال، والإقبال أعتقد بأنه في مصلحة الأحزاب السياسية ومنها حزب عريق كالحركة الشعبية. كنشكرك رشيد على الحضور، وأيضا السي مصطفى الصحفي بالأحداث المغربية، رشيد مسلم مدير نشر موقع السياسي .com. إلى لقاء قريب بإذن الله، والشكر موصول أيضا للسادة المشاهدين، تابعتم معنا حلقة مليئة بالتفاصيل، تطرقنا فيها المجموعة من المواضيع سواء تعلق الأمر بالاستحقاقات المقبلة التي توصف بالاستثنائية والتاريخية أو بالشان الداخلي لحزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى سياق محلي يشهد أوراش وطنية كبرى من أجل بناء البنيان والإنسان معا ودور الفاعل السياسي كما منحه الدستور هام وهام جدا في مثل هذه المحطات. لا أعلم ماذا يكتب السي العنصر في الدفتر، ولكن عليه أن يخبرنا قبل أن نختم هذه الحلقة. خطك زوان السي العنصر. خليني داك الجمل بارك. علاش؟ أنا راه كنت في المدرسة في القسم ديال الناس اللي ما كيديروش هي العربية، اللي كيديروا الفلاحة. لماذا؟ راه ما تعلمت العربية، الناس ما تعرفش العربية، ما تعلمت العربية حتى ثلاث الأخر. هذا خبر حصري. لا ماشي خطأ. خبر حصري قلت لك. أنا كنت شلح. جميل، أزول في اللون. نقدروا نعرفوا ماذا كتبت؟ شكرا جزيلا لميديا ان تي في على الاستضافة، كانت جلسة ممتعة سواء أقنعت أو لم أقنع، لكن كنت صريحا والله شهيد. جميل.